يا جماعه صلوا على النبي. فاضل السموكينج وده 3 صفحات، وفاضل الانجرس وده 3 صفحات. فالمذكره اللي معاكم دي اخر 10 صفحات في المنهج، هخلص النهارده 5 صفحات بس وبكره 5 صفحات. وعايز في الاخر بس اقول لكم الجدول اللي انا عامله ده هيمشي ازاي. فالكانسر زي ما بفكركم شابتر نون كوميونيكابل من اسهل الشرات. اللي مش عاجبه الجدول مش مشكله، اللي بيكشر او زعلان خلاص انا عامله للناس اللي يعجبها، يعني مش اجمالي عشان بس ما حدش بيحصل ان كنترول جروس نمو وديفيجن الصوت والسبريت. طبعا اول حاجه بيحصل ايه؟ كارسوما انسايتو، بعد كده سبريت في التيشوز بتاعت الاورجان نفسه، بعد كده مكتوب في الكتاب ايفينشوالي يعني حتمي، يعني لو ما فرض بيحصل بقى سبريد للاذر اورجانز، يعني مش بس التيشوز بتاعت الاورجان ده. وفي الاخر ممكن يحصل ديس طبعا. وكاتب عند حضراتكم يعني ايه كلمه انسيدنس ريت، خدناها قبل كده اللي هو معدل حدوث المرض اللي هي الحالات الجديده، النمبر اوف نيو كيسز اوف كانسر بير 1 مثلا ايه 100,000 بوبوليشن بير اير. انسيدنس ريت معدل حدوث حالات الكانسر، وكاتب مورتاليتي ريت وحاجه اسمها سيرفايفل ريت. السيرفايفل ريت يا دكتور عصام هو البريفالنس ريت، يعني يقول لك مثلا ايه، ده بيشوف البروبورشن اوف البيشنتس الايف، الناس اللي عايشه في وقت معين بعد ما تشخصوا بالكانسر. يقول لك والله الكولوريكتال كارسينوما لها مثلا السيرفايفل ريت 10 سنين، الكانسر بنكرياس 5 سنين، الهيباتوسيلر كارسينوما لو ما عملش ترانسبلانتيشن 3 سنين. يعني ده البريفالنس ريت. عملوا دراسات وشافوا طبعا وعملوا الايه الحاجات دي اكوردنج للحاجات الواقع، يعني الواقع بتاعها. طيب هنبدا نتكلم احنا ليه بندرس الكانسر في الكوميونتي او البابليك هيلث سيجنيفيكانس. الكانسر ده يعتبر طبعا واحد من الليدنج كوزز بتاعت الديس على مستوى العالم. في حاجه ملخبطاكم، كلمه ليدنج كوز مش معناها زي فيرست كوز، ليدنج كوز يعني من اهم الاسباب. في الديفلوبد كانتريز هو ثاني سبب بعد الكارديو فاسكولار ديزيزز. يا دكتور احمد في الديفلوبد كانتريز الكانسر بياتي في المرتبه الثانيه بعد الكارديو فاسكولار ديزيزز لاسباب الوفاه، لكن في الديفلوبنج لا، في الديفلوبنج الكانسر بيجي لايه؟ المركز الرابع. المركز الرابع في الديفلوبنج كانسرز. طيب لو كنا اتكلمنا على الكانسر مثلا بالتفصيل شويه او بدانا ندخل في تفاصيل شويه، بنقول ان معظم حالات الكانسر حوالي 70% او اكتر بتبقى في الميدل واللو انكم بوبوليشن. يعني انا ممكن اعتبر ان الكانسر ده واحد من السوشيال ديزيزز لانها بتيجي للناس اللي هم اللو انكم او الميدل انكم بوبوليشن. طيب ليه بدأنا نسمع عن الكانسر في الفترات الأخيرة في العشرين أو الثلاثين سنة اللي في الآخر؟ يعني ليه؟ ليه الإنسيدنس بتاع الكانسر والمورتاليتي بدأت تزيد؟ ممكن بقى ده الحتت الصغيرة اللي تيجي في الامتحان، يعني مش هيقول لي اتكلم على البابليك هيلث سيجنيفيكانس. تفتكروا ليه يا جماعة؟ تعالوا كده نفكر مع بعض ليه؟ أول حاجة عشان تقدم وسائل التشخيص، يعني ممكن كان يبقى في حالة كانسر بس ما كناش بنكشفها، يبقى الادفانس تكنيكس فور الدايجنوزس والتايب. الحاجه الثانيه الناس بقت بتعيش لسن متاخر شويه، يعني بدا يبقى في تقدم في العمر، بداوا يعيشوا اكتر، يبقى بدا يبقى في حاجه اسمها ديموغرافيك ايجينج او ديموغرافيك تشينج في الايدج بتاع البوبوليشن. بدا يبقى عندنا الناس كانت الناس بتموت قبل ال 60 دلوقتي بقوا بيعيشوا، فبدا الكانسر يزيد فيهم. الحاجه الثالثه اللايف ستايل، بدا يبقى في لايف ستايل جديد، الدليفري والاكل الجديد الفود دايتري هابتس والسموكينج والسيدنتري لايف والحاجات دي كلها. يبقى ده ليه ممكن السؤال ده يجي لي كده بس. بعد كده في جدول صغير كده يا دكتور احمد، ايه الكانسرز اللي كومن في الميل واللي كومن في الفيميل؟ هتلاقوا على فكره في حاجات متشابهه، يعني الكانسر لانج الميل زي الفيميل، مع ان تدخين اكتر جدا في الميل، بس الكانسر لانج مش بيحصل بس بسبب السجاير. الاستومك والكولوريكتال كارسينوما في الميل زي الفيميل. هتلاقوا بقى الفرق في الميل عن الفيميل هي الجينيتال اورجنز، يعني تلاقوا مثلا في او الليفر، الليفر خد بالك من الليفر، الهيباتوما اكتر في الميل عن الفيميل، والباقي بعد كده جينيتال اورجنز. يعني ايه الكانسر بقى؟ الحاجات اللي هي كاركترستيك لكل ايه؟ لكل سكس يعني. لكن الحاجه الوحيده اللي ممكن تتلخبطوا فيها الليفر، الليفر بيبقى اكتر في الميل عن ايه؟ عن الفيميل. طيب نبدا بقى، كان زمان مش زمان ولا حاجه، السنه اللي فاتت كان بيجيب حاجه من اثنين، يا اما الريسك فاكتورز يا اما البريفنشن. كنتوا بتكتبوا الصفحتين كاملين، فاحنا اتفقنا خلاص من قبل كده ان ما عادش هيقول لي الريسك فاكتورز على بعضها. فالايديولوجي والريسك فاكتورز طبعا انا سايب الحاجات السهله خالص في المنهج لاخر حاجه، فده كلام سهل قوي. يعني قال لي الريسك فاكتورز بتاعت الكانسر عباره عن ايه؟ معلومات عامه، يا اما حاجات جينيتك يا اما حاجات انفايرومنتال. ممكن بقى في الامتحان الجديد يقول لي ايه؟ الجينيتك بس، اتكلم يا عم عن الجينيتك بدرجه او بدرجتين. مفيش. في حاجه اسمها فاميليال تندنسي زي الكانسر كولون او الكولوريكتال كارسينوما
او زي الكانسر بريست اسمها فاميليار تندنسي، او فيها دكتور ممدوح يقول لك نقص في كروموزوم معين ممكن يعمل كانسر، دي حاجه جينيتك زي كروموزوم نمبر 16 13 يعني بيحصل ريتروبلاستوما، او 11 يعمل ايه الويلمس تيوم، بس ده جينيتك بس. كنا بنشرحها قبل كده بالتفصيل، كانت الجينيتك دي السنه اللي فاتت صح، السنه دي سطرين، فايه المشكله يجيب لك جينيتك بس؟ حتى الانفايرمنتال مش هيجيبها على بعضها، بنقسم الانفايرمنتال الى فيزيكال، على فكره دي مراجعه على كل الحاجات اللي خدناها في المنهج، او كيميكال كارسينوجينز او بيولوجيكال كارسينوجينز. السنه اللي فاتت في الامتحان ديسكاس ريسك فاكتورز اوف كانسر وتسمع كله، لا السنه دي لا مفيش الكلام ده، هيقول لك اتكلم على الفيزيكال ايجنتس بتاعت الكانسر. الفيزيكال اللي هم ايه؟ احنا اهم حاجه هنركز عليها العناوين، او ايه الحاجات الفيزيكال اللي ممكن تعمل كانسر. الراديشن اهم حاجه، خدنا الراديشن بالتفصيل، وبعد الراديشن في الايه الميكانيكال فاكتورز او الميكانيكال افكت. بس انا كده خلصت. كاتب بقى في الراديشن كلام صغير، هل يا دكتور عبد العزيز هروح اشرحه من الراديشن بالتفصيل بتاع الاوكيبيشن؟ لا خالص، انا هكتب الكلمتين الصغيرين دول. هو السؤال هيجي لي ازاي في الامتحان؟ هيجي لي كده بالظبط، هيقول لي راديشن رول اوف راديشن از ا ريسك فاكتور او انفايرمنتال ريسك فاكتور اوف مالينجنسي. عشان اكتب الثلاث سطور دول ان الراديشن لا اما نون ايونايزنج لا اما ايونايز، والنون ايونايزنج زي مثلا ايه الالترا فايلوت ريز ممكن تعمل كانسر سكين، والايونايزنج خدنا الايونايزنج بالتفصيل اللي هو كلمه لبس البدله لو انتم فاكرين، لوكيميا وليبر ولانج وحاجات كده. وكاتب ان التعرض للايونايزنج راديشن مكتوبه في مجال الطب في الميديسن في الريديو ثيرابي والريديو دايجنوزيس، او في المصانع زي حاجه اسمها اليورانيوم ماينرز واللانج كانسر اللي هم عمال مناجم اليورانيوم بيتعرضوا ممكن لليورانيوم، دي ماده مشعه بتعمل لانج كانسر. على فكره التعرض مش في الميديسن والاندستري بس، ممكن حاجه بتاعت ربنا اكسيدنتال زي انفجار مفاعل نووي او محطه طاقه نوويه. طب ليه بدانا نتكلم على الراديشن دلوقتي؟ ليه الموضه؟ ليه ما كناش بنتكلم على الراديشن قبل كده؟ يعني ايه الحاجات اللي خلت الراديشن ده برضو ممكن يجي لك سؤال بقى ريسك فاكتور مهم للكانسر؟ قال لك بس بصراحه بقى بدا في تقدم في الطب، بدانا نستخدم الراديو اكتيف سبستانس في الميديسن وفي الاندستري، الراديو اكتيف سبستانس غير كده وكده، بدانا نعتمد على النيوكلير انرجي كمصدر للطاقه، فده خلى الراديشن مش زي زمان، خلى بقى مصدر اكتر للايه الكانسر. حاجات ميكانيكال بقى مقصود بيها الكرونيك فريكشن. يعني ايه كرونيك فريكشن؟ يعني تعرف انت الميكانيك بتاع العربيه تلاقي ايه دايما مليانه شحم وزيوت وحاجات كده، فكتر الايه الاحتكاك بالمواد دي، ودي مواد مسرطنه، وكانت تحتها الانفلاميشن التروما الاريتيشن، كل دي حاجات اسمها ميكانيكال افكت اوف كانسر. نيجي نتكلم بقى على الكيميكال افكت. ايه هما الكيميكال كارسينوجينز؟ يبقى احنا قلنا الفيزيكال كارسينوجينز ايه؟ الراديشن والميكانيكال. طب الكيميكال بقى كلمه تهدو، دي هدو، تهدو اللي هي ايه بقى؟ التي معناها التوباكو. عارفين التوباكو يا جماعه؟ التوباكو بيعمل 9 كانسر مشهورين. شوف بقى الدخان بيعدي على ايه؟ انا مش عارف ايه اللي مكتوب منهم، انا الورق زي الكتاب بالظبط، يعني منقول من الكتاب حرفيا. لكن التوباكو بيعمل 9 كانسر اللي هما الماوس، وهناخدها في السموكينج يعني الماوس، ونشوف بقى الاسوفيجس والاستومك واللارنكس واللانج والسيرفكس، كانسر سيرفكس ممكن يعمل بروستاتيك كانسر، كانسر بلادر. طيب اول حاجه التوباكو، ايه يا جماعه معلش ايه اللي هي انفايرمنتال؟ اللي هي السطر اللي قبل الاخير مكتوب حاجه اسمها الاير بوليوشن، مش احنا خدنا الاير بوليوشن في الانفايرمنتال؟ طب ايه السورس بتاع الاير بوليوشن؟ لو انت كده قاعد ما ذاكرتش اي حاجه خالص وبسالك الاير بوليوشن ده مصدر تلوث الهواء ده، يعني الاير ده ممكن يبقى فيه كيميكال كارسينوجينز، جاي منين؟ سؤال اهو جاي منين؟ لو سالت حد في ابتدائي هيجاوبك من اندستريال او منين؟ من الترافيك بس. طب ايه الاندستريال لما تطلع حاجه في الجو يبقى كارسينوجينك؟ الاسبستوس والنيكل، النيكل ماده مسرطنه، اشهر حاجه بتعمل كانسر لانج كمرض مهني النيكل، زيها زي الاسبستوس. ال H معناها هرمونال، ازاي الهرمونات تعمل كانسر؟ حد عارف؟ قال لك في حاجه اسمها اندوجينس وحاجه اسمها اكسوجينس، ايه الفرق بينهم؟ اندوجينس اقصد فيها الهرمونال ديس اوردرز، يعني حد عنده ايه؟ هرمونال ديس اوردر. لكن اكسوجينس معناها حد بياخد هرمونات من بره، زي الفيميل مثلا بوست منوفوزال بتاخد استروجين ريبليسمنت ثيرابي، دي بتدخلها بعد كده في كولوريكتال كارسينوما، او الميل بياخد اندروجين. كلمه تهدو دي معناها الايه؟ الدايت. فاكرين شابتر النيوتريشن لما خدنا ريليشن بتوين فود اند كانسر؟ مش انا شرحت لكم حصه كده ما اعرفش انتوا كلكم تحضرين ولا لا، وقلت انا عندي فيه 3 كانسر في المنهج من ضمن الحاجات الكانسر بتاع النيوتريشن.
مش كده؟ لما كان ايه الاسباب؟ لاما حاجات بتقل او حاجات موجوده في الاكل او حاجات بتزيد. والاو معناها اوكيوبيشنال. يعني ايه اوكيوبيشنال؟ عارفين اللي بيصيب الشوارع بالاسفلت والزفت، طار يعني زفت، وسود يعني هباب. دول بتعرض المواد دي لما بتلزق في الجلد بتمتص في الجلد وتبقى كارسينوجين. فانا ممكن على فكره السؤال يجي لك حته صغيره يقول لك ايه مثلا؟ يقول لك انيوميريت الكيميكال كارسينوجينز او الكيميكال ايجنتس از ا ريسك فاكتور فور مالجنسي مثلا بخمس درجات. ايه هم الخمس درجات دول او درجتين ونص؟ توباكو، اير بوليوشن، هرمونز، دايت، اوكيوبيشن. في كده حاجات ان بهات مكتوبه في الكتاب الجديد ما كانتش موجوده قبل كده. بيقول لك ايه؟ بيقول لك الاكسبوجر ده ممكن يبقى انديفيديوال، يعني انا السبب، السيجاره في ايدي انا السبب، ممكن ارمي السيجاره، او ممكن يبقى اوكيوبيشنال زي العامل الغلبان اللي طول النهار بيشتغل ما عندوش وقت يغسل ايديه لما طول النهار بيشتغل، زي الميكانيكي ده او زي اللي في المصنع، فممكن يحصل كونتاكت او انجيشن او انهاليشن، بتلاقي دي مزيده صح ولا لا؟ او ممكن يحصل انفايرمنتال اكسبوجر. يعني ايه انفايرمنتال اكسبوجر؟ يعني انا مش بشتغل في مصنع ولا حاجه ولا بدخن، بس ماشي في امان الله، الهواء فيه مواد مسرطنه اير بوليوشن، الاكل اللي باكله فيه مواد مسرطنه فود اديتس، فاهمين الكلام؟ الميه اللي بشربها فيها مواد مسرطنه. بيقول حته حلوه قوي، ازاي الكيميكال بيعمل كانسر؟ يا اما الكيميكال نفسه بيعمل كانسر اتسلف، او يا اما الحاجات دي كنا بنشطب عليها ما كانتش بتتذاكر. طب افرض جاب قال لك ازاي الكيميكال بيشتغل؟ يا اما الكيميكال نفسه، يا اما بيطلع ماده الميتابولايتس بتاعتها، يا اما الكيميكال زي الالكحول بيعمل باثولوجي زي ليفر سيروسس، والليفر سيروسس بعد كده هيقلب بكانسر. في حته حلوه برضو ان بي بيقول لك ليه الكيميكال مش سبيسيفيك للكانسر؟ ليه طيب؟ ليه الكيميكال مش سبيسيفيك للكانسر؟ لان الكيميكال ممكن يعمل اكتر من طيب، والكانسر ممكن يبقى كوزد باي اكتر من كيميكال. بس انا متوقع بقى السؤال يجي لكم حلو قوي، يقول لك ايه هم البيولوجيكال فاكتورز اللي بتعمل كانسر؟ تخيلوا يا جماعه لحد السنه اللي فاتت ده كان هيقول لك سمع الريسك فاكتورز كلها، ما عادش الكلام ده. ايه بقى الحاجات البيولوجيكال فاكتورز اللي ممكن تعمل كانسر يا دكتوره ندى؟ بنقسم البيولوجيكال فاكتور اللي هم ايه؟ فيروس وبكتيريا وبارازايت. ايه الفيروس اللي بتعمل كانسر؟ معلومات عامه، ممكن تيجي سؤال بضربتين اي حاجه خدنا كلامتك معاه، خدناها فين في شابتر ايه افكركم؟ في الاتش اي دي. اكتر حاجه كان ليه كاتب الهيومن بابيلوما فيروس اول واحد في الكتاب؟ لان ده اشهر حاجه يا جماعه بيعمل سيرفايكال كانسر، ده اشهر فيروس بيعمل كانسر، اشهر من البي والسي اللي بيعملوا هيباتوما، واشهر من الاتش اي دي اللي بيعمل كابوسي والليمفوما. الابشتاين بار فيروس بيعمل كابوسي، وعندنا الهيومن هيربس تايب 8 بيعمل ليمفوما. طب ايه البارازايتس اللي بتعمل كانسر؟ جاوب. ايه البارازايتس اللي بتعمل كانسر؟ الشستوزوما هيماتوبيا بتعمل كانسر بلادر، والكولونوريكس عارفين الدوده اللي كانت في الليفر اللي خطاها في البار بتعمل حاجه اسمها هيباتيك انجيو ساركوم. ليفر فلوك كولونوريكس اللي بتعمل ايه؟ هيباتيك انجيو ساركوم. طب ايه البكتيريا اللي بتعمل كانسر؟ يعني يا حضرات لحظه كده، في الامتحان الجديد برضو صعب يجيب البيولوجيكال، ده يبقى هديه ده. يعني لا، هو ممكن يجيب لا اما الفيروس مثلا لوحدها، او لا اما البارازايتس اللي بتعمل كانسر، او لا اما البكتيريا اللي بتعمل كانسر. ايه البكتيريا اللي بتعمل كانسر؟ ها حد عارف؟ الهيليكوباكتر بايلوراي بتعمل كانسر ستوك، دي واحده. يبقى ايه البكتيريا اللي بتعمل كانسر؟ الهيليكوباكتر بايلوراي. طب حاجه ثانيه، عارفين البكتيريا فلورا ممكن تشتغل على بعض انواع الاكل لو انت اكلت اكل وحش، وتحول الاكل ده الى كيميكالز. المواد اللي في الاكل بقى هي اللي هتعمل فود ريكتر كارسينوما، يعني مش الانتستينال فلورا شخصيا، لا ده الميتابوليك اكتيفيتي بتاعتها هتغير بعض الكيميكالز اللي في الاكل، وبالتالي هتعمل كولوريكتال كارسينوم. يبقى كلمه السر في البكتيريا حاجتين، في افكت مباشر للهيليكوباكتر بتعمل كانسر ستومك، او حاجه اندايركت للفلورا بتعمل كولوريكتال كارسينوم. ده الريسك فاكتورز بتاعت الكانسر. طب البريفنشن، ولا كلمه جديده. البريفنشن تجميعات كلها من المنهج الايه بتاعنا. ازاي؟ انا عايز امنع الميليكنس ان جنرال. تخيل احنا قبل كده كنا بندرس بالتفصيل الكانسر بريست لوحده والليفر لوحده، ما عادش الكلام ده خلاص. احنا عايزين ايه؟ فكره كده على السريع. فانا بحفظهم، انا كنت بحفظهم كلهم لان كان بيجي سؤال على بعضه البريفنشن، لكن في الامتحان الجديد هيقول لك ايه؟ انيوميريت تو. شوف السؤال، انا قلت لكم الحصه اللي فاتت اقرا السؤال كويس، لانك ممكن تبقى مذاكر وتتلخبط في القرايه. هيقول لك انيوميريت ايه؟ تو ميجرز، او انيوميريت او 3 ميجرز، او منشن 3 ميجرز فور برايمري بريفنشن اوف كانسر. يعني افهموا الكلام بالراحه،
يعني الكانسر عباره عن ايه؟ الكانسر زي اي بريفنشن في النون كوميونيتي. الكانسر البريفنشن بتاعه اهو يا برايمري يا سكندري يا تيرشري. ربنا يعافينا جميعا. برايمري احسن حاجه. السؤال هيجي يقول لك ايه؟ مش هيقول لك سمع البرايمري كله، هيقول لك قول لي اي ثلاثه ميجرز يعجبوك از برايمري بريفنشن اوف كانسر. اول حاجه الدور على انفايرمنتال سانيتيشن. ازاي الانفايرمنتال سانيتيشن؟ يعني ازاي الانفايرمنتال سانيتيشن تمنع كانسر؟ حد يفكر كده معايا ممكن ولا نقرا وخلاص الكلام؟ حد يفكر؟ مش انت قلت لي من شويه الاير بوليوشن ده بيعمل كانسر؟ يبقى نحاول نمنع الاير بوليوشن. الاير بوليوشن ده ممكن يبقى ايه او ايه؟ ترافيك او هندسه. طب حاجه تانية تنفع تبقى انفايرمنتال؟ مش انت قلت لي الفود اديتيفز؟ طب ما تعمل فود سانيتيشن. طب حاجه تانية تنفع تبقى انفايرمنتال؟ اعمل جنرال بريفنتيف ميجرز فور انفكشنز. مش احنا خدنا فيه فيروسز وبارازايتس، يبقى كل ده اسمه انفايرمنتال سانيتيشن. بعد كده بقى هنحفظهم. على فكره ممكن يجي لك السؤال اكتر دقه، يقول لك رول اوف انفايرمنتال سانيتيشن ان برايمري بريفنشن اوف مالجنس، ويقول لك مثلا سايب تحتها سطرين او ثلاثه. هنمشي بعد كده اتنينات بقى. اول حاجتين بيعملوا كانسر بخاف منهم السموكينج والدراجز. هناخد السموكينج للتفصيل، نعمل حاجه اسمها انتي سموكينج بروجرام. طب والدراجز؟ احنا ماشيين بعد كده اتنينات. يقول لك والله الادويه اللي معروف ان هي كارسينوجينيك او مستحضرات التجميل الكوزمتكس، وفي ابحاث كتيره جدا اتعملت في الرول اوف كوزمتكس في الاندكشن اوف كانسر قال لك الادويه دي ما تستخدمش الا انليس بريسكرايبد باي ذا فيزيشن، الا اذا كان الدكتور هو اللي كاتبها ومصرح بيها. واعمل ايدوكيشن للبابليك ما يستخدموش اي ادويه من نفسهم. كلام فاضي يعني. طب الاثنين اللي بعد كده، مش احنا خدنا في الريسك فاكتور الراديشن ده حاجه فيزيكال وفي حاجات كيميكال، يبقى حاجه فيزيكال وكيميكال. يبقى الراديشن نعمل ايه عشان نمنع الراديشن؟ والكيميكال كارسينوجينز نعمل ايه؟ يبقى حاجه فيزيكال وحاجه كيميكال. خلاص انا مش هشرح الراديشن، ده احنا خدنا البريفنشن اوف راديشن بالتفصيل. الحته الجديده اللي في الراديشن بس، بص كده يا دكتور عمرو رقم 2، قال لك في الراديو ثيرابي، قال لك عشان العيان اللي بياخد راديو ثيرابي ما يجيلوش كانسر، ظبط الجرعه بتاعت الراديو ثيرابي وظبط الجدول اللي هيمشي عليه. ظبط الجرعه الدوز والسكيم اوف راديو ثيرابي، ولازم العيان اللي بياخد راديو ثيرابي تعمل له مونيتورنج تتابعه عشان لو في اي حاجه لا قدر الله تاخد بالك. طب الكيميكال كارسينوجينز نعمل ايه عشان نمنع الكيميكال كارسينوجينز؟ قال لك اعمل كنترول للدست والفيومز، انك تعمل ارتفيشال فنتيليشن. العمال يلبسوا كمامه، يلبسوا ماسك، حتى مكتوبه غلط ماسك يعني مش مارك، ماسك وجلافز. هي يا ريت الماده المسرطنه تمنعها خالص، تعمل سبستيتيوشن او تعمل ريدكشن للماده المسرطنه سواء البرودكت او الباي برودكت اي ماده. اصل مش شايف الماده المسرطنه تبقى هي الماده الخام، ممكن ماده وسيطه يعني. حاول تمنع المواد المسرطنه خالص. الاثنين اللي بعد كده علاج ووقايه. علاج يبقى ميديكال كير، وقايه يبقى ايه؟ بريفنشن. يبقى علاج ووقايه، علاج ووقايه. ميديكال كير يعني ايه؟ قالك عشان نمنع الكانسر حاول تشخص بدري البري كانسرس ليشنز، يبقى ده علاج اهو وتعالجها. يبقى نحاول نعمل ايه؟ نشخص بدري البري كانسرس ليشنز. الحاجه اللي بعد كده بقى في البريفنشن بتاعت الانفكشن، قالك نعمل ايه؟ قالك في ايميونايزيشن. ايه المثال بتاع ايه هو دور الايميونايزيشن في البرايمري بريفنشن اوف كانسر؟ حتى عارف فكروا كده، مفيش غير الايه؟ الفاكسين بتاع الهيباتايتس بي، وكنا خدنا كمان الهيومن بابيلوما فايروس له فاكسين بس. طب ايه دور الكيمو بروفلاكسز في البرايمري بريفنشن اوف كانسر؟ والله سؤال حلو ومش كل الناس تبقى مذاكراه. ايه دور الكيمو بروفلاكسز في البرايمري بريفنشن اوف كانسر يا دكتور عمرو؟ دكتور عمرو ايه دور الكيمو بروفلاكسز في البرايمري بريفنشن اوف كانسر؟ رقم واحد التريتمنت اوف الهيماتوبيا. هو التريتمنت اوف الهيماتوبيام ده كيمو ثيرابي، بس بالنسبه للكانسر كيمو بروفلاكس، يبقى مش هيحصل هيماتوبيام، مش هيحصل كانسر بلادر. في ماده اسمها ريتينايل اسيتيت. ريتينايل اسيتيت الماده دي بتمنع السيرفايكال كانسر. في حاجه اسمها 13 سيسبنزويك اسيد، دي ماده برضو دراج اهو هيمنع الايه؟ السكين كانسر. اخر حاجتين بقى يبقى تاني عشان نحفظ الايتمز، انفيرمنتال سانيتيشن، بعد كده سموكينج ودراجز، حاجه راديشن وكيميكال، حاجه علاج ووقايه. اخر حاجه ننصح الناس بالذوق، ما تجوش بالذوق يبقى قله الادب. يبقى الذوق اللي هو هيلثي ايدوكيشن،
قلة الأدب اللي هو سن القوانين legislation يعني سن القوانين و regulation. يبقى ننصح الناس بالسوق ممكن سهل قوي لو انا يعني مكان اللي بيحط الامتحان حته الهيلث ايدكيشن حته حلوه تنفع تيجي سؤال يبقى رول اوف هيلث ايدكيشن في البرايمري بريفنشن اوف الكانسر. ننصح الناس بايه؟ اول حاجه اعرفهم الايتيولوجي والنيتشر والريسك فاكتور. يهتموا بالنظافه الشخصيه البيرسونال هايجين يا دكتور عمرو. يهتموا بالبيرس ليه؟ لان ممكن لو الجينيتال اورجانس او الاورال او السكين ممكن يحصل بري كانسرس ليجنز. يبعدوا عن التدخين يا اخي، يبقى فيه مودرنايزيشن اوف لايف ستايل، يغيروا اللايف ستايل، يبعدوا عن الهابتس الدايتري هابتس انفاد دايتري هابتس الالكوهول السموكينج الدراج ابيوز كل ده يبعدوا عنه. وفي نفس الوقت انصحوا يطعم عشان الانفكشن، واعرفوا ايه هي الدينجر ساينز اوف كانسر. ايه هي علامات الدينجر ساينز اوف كانسر؟ لو في اي ماس او لم في البريست او اي صور قرحه نوت جيت بيتر، ما بتتحسنش وما بتروحش. تشينج في الورد مول، عارفين السنطة، السنطة تشينج في الورد مول، السنطة بتكبر بتكبر بتكبر، يبقى ده في مشكلة. في بليدنج، بليدنج من أي أورفيس بيرسيستنت ما بيروحش. وبعدين في بيرسيستنت كاف وصور صوت وهورسنس أوف فويس. في بيرسيستنت كونستيبيشن، تشينج أوف الباول هابت. تخيل يا دكتور شلو وانا ماشي كده في الشارع بسمع زمايلكم مثلا بسمع بيتكلموا يعني بيجيبوا سيرتي وبسمع السيره مش كويسه. اه والله تخيل هم مش عارفين ان انا بسمعهم. تخيلي والله يا دكتور شلو، تخيلي مدى احساسك ببقى ايه. اه والله. وايه بقى تقابليهم يضحكوا في وشك عادي خالص والله يا دكتور شلو. فسبحان الله يعني، بس ما فيش مشكله. فبنقول حصل مثلا تشينج في الباول هابت، ما اعرفش انا عملت ايه عشان ايه يعني اسمع كده بوداني. تشينج في الباول هابت يعني يعني مثلا واحد عنده كونستيبيشن على طول باستمرار. قفلوا التكييف. خلاص احنا معلش تشينج في الباول هابت زي الكونستيبيشن مثلا. ده انديكيتور اللي ممكن يحصل كل ريكتال كارسينوما. خلاص وصلت الفكره. ان كنترولد لوس اوف ويت، بتخس ومش عارفه ان هي بتخس. ربنا يعافينك عن حاجه كتيره جدا كتيره جدا، تفاجئ ان تيجي تعمل تحليل كل ريكتال كارسينوما على طول على طول كل ريكتال كارسينوما، ممكن حتى تلاقي فيه هيباتوما وحصل ميتاستاسيس وحاجات كتير قوي. عموما يعني انا بتكلم سؤال بقول ممكن يجي لك ايه هو دور الايه الهيلث ايدوكيشن او الليجيسليشن اللي ما يجيش بالادب والذوق يجي بالقوانين. ده ايه هي القوانين بتاعه الكانسر؟ بنكتب على علبه السجاير التدخين بسبب السرطان ويؤدي الى الوفاه. خلاص يبقى في وورنينج مسج، وورنينج مسج خلاص مكتوبه. الحاجه الثانيه اللي اقدر عليها ان انا امنع التدخين في الاماكن العامه، نقلل كمية الإبطار الزفت والنيكوتين اللي في التباك. إن إحنا في المصانع فاكرين لما خدنا حاجة اسمها سيليشن ديليمت فاليو، إن إحنا في المصانع الكيميكالز اللي موجودة في الجو نحاول إن إحنا نقلل التركيز بتاعها بحيث ما تعديش السيليشن ديليمت فاليو. يعني هو خلاص انسوا بقى إن يجي يقول لك إيه سمع سمع الإيه البريفنشن بتاع الكانسر، خلاص ما عادش الكلام ده. فالبرده كده البرايمري بريفنشن. يعني ايه بقى سكندري بريفنشن؟ يعني ايه سكندري بريفنشن؟ يعني واحد جاله كانسر فالشطاره ان احنا نشخصه بدري، فبنعمل سكندري بريفنشن عن طريق حاجه اسمها هيلث ابريزل. فاكرين كلمه هيلث ابريزل عباره عن ايه؟ حاجتين بيبداوا بحرف السي وحاجتين بيبداوا بحرف الاس، اللي هما الكلينيكال والكومبريهنسيف والسيرفي والسكريننج. ايه بقى هما السكريننج تيست اللي بيتعمل عشان نشخص كانسر؟ بناخد مسحه من الفاجينا او السيرفكس، حاجه اسمها اكس او السبيوتم اكسفولييتيف سمير، او بنعمل ماموجرام عشان لو في كانسر بريست او لو في هيباتوما بنعمل ايه الالفا فيتو بروتين. مين الناس اللي هم هاي ريسك اللي انا هعمل لهم سكريننج؟ مين الناس اللي ادور فيهم على كانسر؟ تفتكرهم؟ واحد بيشتغل في مصنع وبتعرض لمواد مسرطنه، واحد عنده بوست فاميلي هيستوري، واحد عنده بري كانسر سليشن بعد سن 50 سنه. بندور دايما في الفيميل على السيرفايكال كانسر والكولوريكتال كارسينوما بين وفيميل. يعني انا في السكندري بريفنشن عامل جدول، الجدول ده عباره عن ايه؟ تاني بالراحه عشان الناس ايه تركز معايا اللي بيسرح. عامل جدول، الجدول الخانه الاولانيه بقول ازاي بعمل بشخص حالات الكانسر، الخانه الثانيه مين هم الناس اللي انا بدور فيهم على حالات كانسر، الخانه الثالثه اللي هو السبيكترم اوف كانسر يعني شكل الناس لما بشخصها بقى عامل ازاي. في ناس بيبقوا لسه في البري كانسرس ليجن وده طبعا ما بيحصلش عندنا،
في ناس بيبقوا اسيمبتوماتيك، ده طبعا بيحصل عندنا كتير جدا يعني، او برضه ما بيحصلش يعني، على الاقل يبقى في مثلا ايه تعب ومغص وحاجات كده وكونستيبيشن وموبايلز وبليدنج. في ناس بيبقوا خلاص ديفلوبد الكانسرز، احنا عندنا بقى الحمد لله في الديفلوبد الكانسرز بنشخص الناس في المرحله الايه الاخيره. تيرشر بريفنشن ده بقى اللي احنا بنعمله بقى عندنا في مصر في كل الديفلوبد الكانسرز، ان هو جاله كانسر وفي الليت ستيج خلاص، فبنقعد بقى نحدد يا ترى سيرجري ولا كيمو ولا راديو ولا هرمون السيرابي ولا ايه بالظبط الدنيا هتمشي ازاي. هنبدا بس السموكينج الصفحه ديت عشان يبقى 5 و5. السموكينج ايه هي البابليك هيلث سيجنيفيكانس بتاعته يا دكتور سيد؟ السموكينج معمول او مسؤول عن هاي ليفل اوف موربيديتي اند مورتاليتي بنسبه كبيره جدا. انتوا عارفين ان السموكينج ده الموست بريفنتبل كوز اوف ديث في الادلت على مستوى العالم. السموكينج ده الموست بريفنتبل كوز اوف ديث في الادلت على مستوى العالم. لو احنا حاضرين معانا دلوقتي الميل اللي حاضرين مثلا 30 او 40 هتلاقي فيهم نسبه مش قليله بتدخن مثلا، انا متاكد. بيقول لك على مستوى العالم في 6 مليون واحد بيموتوا بسبب السيجاره في السنه، 6 مليون بيموتوا في السنة. على فكرة الكلام ده جديد، ما كانش موجود في منهج السنة اللي فاتت. 6 مليون واحد بيموتوا في السنة بسبب السيجارة، 10% منهم أصحابهم اللي هم النون سموكرز. 600 ألف بس السموكر اللي هو سكند هاند، يعني مش ميت بإيده، لا ده بإيد زميله. 600 ألف. عندنا 1.3 مليار واحد بيدخنوا، حتى لو سيجارة بعتبره مدخن. 1.3 مليار، 80% منهم في الدول المتخلفة. وللأسف التكاترة والمدرسين اللي هم المفروض يبقوا قدوة حسنة متهببين على عينيهم وبيشربوا سجاير. في مصر البريفلنس 50% في الرجال وعشرهم بقى في الستات، 5% في الستات. التوباكو المادة دي فيها 7000 مادة كيميائية. التوباكو فيها اكتر من 7000 ماده كيميائيه. تخيل بقى دكتور عمرو، منهم 250 ماده ضاره جدا. ال 7000 دول منهم 70 ماده كارسينوجينيك، يعني ال 7000 ماده دول منهم 70 ماده او 69 او 70 ماده كارسينوجينيك. في عارفين ان التدخين طبعا عارفين ان في نوعين، في حاجه اسمها مين ستريم سموك. عارفين يعني ايه مين ستريم سموك؟ يعني النفس اللي داخل ايه اللي داخل صدرك اللي هو بتاع المدخن نفسه، وحاجه اسمها سايد ستريم سموك اللي هو بتاع الباسيف سموكرز. مش السيجاره يا جماعه بياخد نفس داخل لجوه صح، والسيجاره طول ما هي محطوطه بس ماسكه في ايده او في الطفايه بتطلع دخان، ده اسمه السايد ستريم اللي حضرتك بتتاذي منه بقى. فانا عندي هتكلم على المين ستريم سموك، ده فيه 92% منه جازس و8% منه بارتكلز. اهم الجازس اللي هي الكربون دايوكسيد والنيتروجين والاكسجين وحاجات كتيره قوي. ايه الحاجات اللي بتخلي في نسيت اقول حاجه مهمه اللي هي الايفكت بتاع السجاير بيعتمد على ايه؟ اللي هي ايه؟ تف وتبل، تبل ريقك كده بالسيجاره وبعدين تطف السيجاره، تبل وتف. التي اللي هي التوباكو بتعتمد على التوباكو، بتعتمد على الاديتيفز، السجاير دي عليها اديتيفز فالايفكت بيعتمد على الاديتيفز. الاف معناها الفلتر اللي في السيجاره، الاف يعني الفلتر، كلمه تف. دايما تلاقي اللي بيشرب سجاير يدف الاول بعدين يشرب السيجاره. اديتيفز وبعدين ايه؟ فلتر. وبعدين تبل بقى، تبل ريقك. التي اللي هي ايه؟ التمبريتشر بتاعت الكومباشن، معدل ايه؟ الاشتعال. السجاير غير السيجار غير البايب غير الشيشه. البير بوروزيتي، بوروزيتي المسميه بتاعت الورقه بتاعت السيجاره، درجه المسميه وطول السيجاره. في ناس طول الايه؟ السيجاره. ايه الحاجات اللي بتخلي الناس تدخن؟ بيقلد زمايله او بابا او مامته في البيت، او هو نفسه حاسس ان هو ضعيف الشخصيه بيرسوناليتي فبيشرب السيجاره عشان يبقى شكله يبقى يعني ايه راجل، او يعني يبقى قدام اصحابه كويس. او كالتشرال بقى يعني ايه حسب البيئه اللي اتربى فيها. ان شاء الله الحصه الجايه هتكلم على بقيه بكره ان شاء الله بقيه المذكره بتاعت السجاير. في حاجه اسمها قبل ما اتكلم على الهازردز، ايه هي الفاكتورز افكتنج الهازردز؟ يعني مش كل المدخنين بيبقوا معرضين بنفس الدرجه. فقال لك بتعتمد على نوع السجاير ايه؟ نوع التوباكو.
يا ترى هو سجاير ولا سيجاره ولا سيجار ولا. تاني حاجه بيشرب كام سيجاره في اليوم. تالت حاجه كميه الطار والنيكوتين اللي في التباكو. كل ما قلت كل ما كان افضل. الحاجه اللي بعد كده اللينس اوف سيجاريت والنمبر اوف الباكس بياخد كام نفس. ممكن واحد ماسك السيجاره وخلاص عايز يبطل مولعها وخلاص وسايبها في ايديه. الديبس اوف او الاكستنت اوف الانهاليشن بياخد نفس سوبرفيشال كده حاجه من بره بره ولا ايه ولا نفس عميق. الجدول ده يا جماعه كل سنه طيبين. الاول احنا ان شاء الله بكره اخر حصه في المنهج مخلصين اهوت الحمد لله بامر الله كويس في رايي انا. يعني مش عايز اطلب رايكم ولا حاجه. ضحكه غريبه يعني بس انا ما استفزش والله. الجدول ده يا جماعه ده معمول عشان الناس اللي هي ما ذاكرتش حاجه خالص. يعني ايه ما ذاكرتش حاجه خالص؟ يعني معمول عشان اللي هيبدا اول وجديد او كان فايته